اوكي هكمل تاني معلش. الاوبليك لاينز، لو احنا قلنا لو فيرتيكال، لو هوريزونتال هتبقى ايه؟ طب لو اوبليك لاينز، يعني بعض الناس تضحك تلاقي لاين زي حرف 8 كده بين الحاجب، يبقى ايه سبب الاوفر اكتنج ماسل؟ هي ماسل اسمها الديبريسور سوبر سيلياري ماسل، هي ماسل تحت الميديال اند اوف ايبرا، تمام؟ تعتبر الميديال سايد بتاع الاوربيكولاريس اوكيلاري ماسل. في الحاله ديت باجي احقن البروسيريس واعمل لها مساج ميديالي فتوصل ليها، او بحقنها هي دايركت ب 1 يونت يمين وشمال. اوكي طيب، تالت حاجة مهمة جدا جدا، بعمل حاجة اسمها النورمال شيب اوف اي براو. ايه النورمال شيب اوف اي براو عند بعض الناس؟ عشان بما ان في ستاتيك تون، تونيك كونتراكشن، تونيك كونتراكشن عاملة بالانس ما بين الاليفيتور والديبريسور ماسل عشان تخلي شكل الحاجب في الريستنج فيز بتاعه. ايه بقى النورمال شيب بتاع الحاجب؟ اول حاجة ان تبقى الهيد اوف اي براو بلو ليفل اوف اوربيتال ريم. هنا ده كده العظمة اللي احنا حاطينها دي اسمها اوربيتال ريم، الاي براو يبقى بلو ذا اوربيتال ريم. تاني حاجة التيل اوف ذا اي براو يبقى سلايتلي اباف الاوربيتال ريدج، ده يبقى شكل الارش اكتر في الفيميل، لكن لو ميل طبعا يبقى هوريزونتال اكتر. الاي ليد بتبقى فولي كومباكس، يعني شكلها واخد شكل الكومباكستي، ده بشكل الحاجب نورمالي زي ما قلنا بيبقى ستريت في الميل وبيبقى ارشد في الفيميل. طيب حاجة تيست تاني مهمة قوي بعمله علشان احدد انا هحقن فين بالظبط، بعمل حاجة اسمها اليفيتور تيست. يعني ايه اليفيتور تيست؟ بحط ايدي على الاي براو عشان اوقف الاكشن بتاع الاليفيتور ماسلز اللي هنا، اللي هي اليفيتور بريسوبريورز، وببتدي اقول عيان ارفع حاجبك قوي وبشوف. بشوف ايه بالظبط؟ بشوف اكتر يعني العضلة دي هتتحرك معايا وهيترفع معايا الحاجب بالفرونتاليس، واشوف الاريا اوف ماكسيمم كونتراكشن. ماكسيمم كونتراكشن، وبحط لاين اسمه ريد لاين. الريد لاين دوت ممنوع ان انا احقن تحتيه بوتوكس، بحقن فوق. ليه؟ ببساطه الفرونتاليس بتتقسم الى ثلاث اجزاء مهمين بالنسبه لي، الابر ميديال فايبرز واللور ميديال فايبرز واللاترال فايبرز. الابر ميديال فايبرز هو ده الاليفيتور، سترونج اليفيتور دي الحاجه. اللاترال فايبرز برضو بيرفع التيل بتاع الحاجه، فمهم قوي قوي لما اجي احقن بمشي لاين من الميد بيوبيلري لاين، وفي بعض الكتب قايله من اللاترال ليمبس. اوكي، وبحقن في الاريا دي وما بجيش بره الا اذا يعني بعض الناس بتحقن من البدايه عشان امنع الميفيستو بوينت، وبعض الناس ما بتحقنش. اوكي، فانا بعد ما بعمل الاليفيشن لو اتحرك معايا يبقى ده بوزيتيف، لو ما اتحركش نيجاتيف. طب لو ما اتحركش اعمل ايه؟ لو ما اتحركش، لما انا قفلته ما اتحركش قوي معايا، معناها ان الفرونتاليس عنده اوريدي ضعيفه شويه او هو معتمد عليها، فساعتها انا مش هحقن فيها كميه كبيره علشان هو اوريدي معتمد عليها. طيب حاجه تانية بعمل حاجه اسمها سناب تيست. سناب تيست بيجي تحت الاي براو وبخبط بالراحه وبنزل وبشوف الاي براو هيرجع قد ايه ويكفر الكورني. المفروض ان هو يرجع بسرعه ويكفر اللور 1/3 اوف كورنيا. لو ما رجعش او حصل لاجنج او في الجلد هنا مفهوش تون، مفهوش تون كويس، او المصل هنا ويك يعني مفهاش الاستيستي، ما بحقنش تحت الحاجب. لو نيجاتيف سناب تيست ما بحقنش تحت الحاجب علشان ما يحصلش كومبليكيشن اللي هي اللاج اوف سالموس، ما يحصلش اكتروبين، ما يحصلش بافر، ما يحصلش دروبين، ايضا ما يحصلش انكمبليت بلينكينج. هيحصل لي مشاكل كتير لو حقنته مع النيجاتيف سناب تيست، تمام؟ لو بوزيتيف بحقن عادي، لو نيجاتيف ما بحقنش خالص تحت العين. امتى تاني ما بحقنش تحت العين؟ لو في اي باج، لو في اي باج ساعتها انا مش بحقن تحت العين بوتوكس، تمام؟ طيب طيب لو عندي البيشن ديت، بعض الناس عندها اي ليد توزز اوريدي او عندها شويه اي ليد اكسس سكين في الابر اي ليد، في الحاله ديت لازم اقلل الدوز في الفرونتاليس، اعلي الليفل اوف انجكشن هاي انجكشن، اخلي لي شويه من اللور فايبرز اللي هم اوريدي هيرفعوا لي الاي براو. فخلي بالك. ثالث حاجه ان انا بحقن الديبريسورز ماسل اللي هي البروسيريس والكولجيتور والديبريسور سوبر سيلياي، واخلي بالي ما ابعد خالص عن الميدل اي براو. ليه الميدل اي براو؟ ان انا اقول في المنتصف هنا علشان دي العضله المهمه جدا اللي بترفع لي الاي ليد، ولو ضربت هيحصل توزز اللي هي الليفيتور بالبيبري سوبريورس ماسل بالظبط في ميدل اي براو، عشان كده بنقول في الحته دي ما بنجيش تحتيها خالص، سوري ما بنحقنش فيها خالص. طيب وزي ما اتفقنا الباترن اوف انجكشن اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب في الاولد ايج بيجوا ناس فوق ال 50 وعندهم فيري ويك ماسل، لو لقينا شكل العضله وايد اوكي فرونتاليس في الحاله ديت ليت الرينكل جايد يو،
واحترم جدا الاسيمتري. يعني بعض الناس بتضحك، هنشوف صور دلوقتي، انا ممكن اوريكم الصور على طول. الناس بتضحك هتلاقي رينكل في ناحية اكتر من ناحية، في الحالة دي بظبط الدوز بتاعت البوتوكس ان انا بحقنها في الناحية اللي فيها رينكلز اكتر، يعني بخلي بالي. Let wrinkle the guide you. طيب اوقات فوق الحاجب الرينكل بتاكستند بيوايند الاوربيتال كريست، تمام؟ طيب اللي هي بره، طب انا اعمل ايه؟ دي بيبقى فيه اكسس فايبرز اوف فرونتاليس ماسل، بحقن فيها اونلي 1 يارد، تمام؟ وفي الاول احنا نسينا نقول حاجه، المسل كونتراكشن او الباورفول مسل كونتراكشن بتختلف من حد للتاني. يعني ايه؟ يعني في كاينيتك ماسلز وفي هايبر كاينيتك ماسلز وفي هايبر تونيك ماسل، تمام؟ حسب السيفيريتي بتاعه الماسلز. مش عارفه انتوا كده شايفين الصوره ولا مش شايفينها قوي، انا كده هرفعهم تاني بس يعني خلينا متابعين مع بعض. اوكي، دي اشكال الماسلز قبل وبعد اللي بيحددها البوتوكس، تمام؟ ودي مستر سبوك ساين او مفيستو بوينت حصلت نتيجه ان انا حقنت كتير في الفرونتالز. دي النقط اللي انا بحقنها في الفور هيد زي ما اتفقنا.